معكم الله مشاهدي ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم وصلتنا مناشدة من أحد مناطق محافظة الحلة الحبيبة، للأسف الشديد تنقصها العديد من الخدمات وأهمها المياه الصالحة للشرب، واللي هي المنطقة جنوب محافظة بابل تحديدا. راح أتعرف على هواي التفاصيل خلال ضيوفي راح يشاركوني الحديث. بداية أرحب بالسيد مؤيد خشان أحد وجهاء المنطقة، حياك الله أستاذ مؤيد. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية أستاذ مؤيد أريد نعرف اليوم، أيضا أرحب بضيف الثاني أيضا موجود وياي عبر سكايب أستاذ منذر الجبوري الناشط المدني، حياك الله أستاذ منذر. حياكم الله أستاذ هبة وأهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. بداية نبدأ الحديث مع السيد مؤيد، أريد نعرف اليوم أهم الخدمات اللي تنقص منطقتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة احنا الخدمات معدومين نهائيا، يعني خدمات قدمت لنا فقط التبليط، شارع تبليط وصل لنا، يعني ساعدنا نائب من النواب وساعدنا الرجل هذا منصور البعيجي، بس هذا الوحيد اللي وصل لنا التبليط، انتهى الموضوع. اما من ناحية شحة المياه فهذا شيء يرثى له حقيقة، من 2007 ولحد الآن المنطقة ما تصلها ولا لتر مي، منطقة معدومة، لا مسؤول، لا رئيس وزراء، لا مدير موارد مائية، لا ري، ما حد وصل هالمنطقة وشاف معاناته، والمنطقة هاجرت، يعني هاجرت كل مناطقنا هاجرت، يعني ما بقى منها إلا القليل، يعني اللي عنده عائلة كبيرة وما عنده إمكانية، وانتهت المنطقة. يعني شو أحكي لكم، تشوفون أنتم إحنا قمنا بعدة مظاهرات هذا سواء بالناحية أو بالمحافظة ومناشدات، لكن اليوم احنا نسأل الله ان يوصل هذا الصوت من خلال قاتكم الموقرة الى الجهات المسؤولة، الى رئيس الوزراء، الى رئيس الجمهورية، الى وزير الموارد المائية، الى مديرية ري بابل اللي احنا ناشدناها اكثر من مرة، وقمنا ذاك الاسبوع بمظاهرة حقيقة بعد ما وصل لحد الكيل، يعني سمحونا بنبوب ناقل هذا ما يخابط وصول الى منطقة الاسالات، هذا المشروع مكلف الحقيقة، يعني وقته طويل علينا، واحنا منذ يعني تقريبا 10 سنوات احنا ما عندنا مي، وقمنا بمظاهرة على هذا المشروع انه يكون يمشي بمساره صحيح. صارت هناك معارضات واشتباكات بين المواطنين ومراكز الشرطة والقوات الأمنية لإدارة حماية الشركة المنفذة هذا، وتعرضت يعني عندنا ضباط تعرضوا للضرب، وهسه دخلت بها عشائر يعني مسؤولين ايضا، يعني هي الشغله مو مساله عشائريه، هذا مشروع حيوي يخدم المنطقه، وان شاء الله راح نمشي على مسراه. لكن مطالبتنا احنا الاخرى انه الزراعه انتهت عندنا، الزراعه بعد ماكو، يعني ليش نعيش احنا؟ انتهينا، ما عندنا غير الله والارض. احنا لا مشمولين بالرعايه الاجتماعيه لانه عندي قاع وما مشمول هذا، ولا مشمول بالزراعه، لا انا فلاح ولا انا موظف. احنا نناشد الجهات المسؤوله من خلال قناتكم الموقره ان يوصل صوتنا الى يعني من هو رئيس وزراء، وزير الموارد المائيه، الى كل شريف. منطقه مضحيه الحقيقه بالانتفاضه، مقدمه شهداء بالحشد الشعبي، احنا اول من ضحى واول من قدم، وحافظنا على المسؤول الموجود. المسؤول يتنوع لهالناس هاي بعين الرحمه، بعين الرأفة، وين الانسانيه؟ وين الخدمات اللي قدموها لنا؟ خلي يشيلوا لنا موظفين، خلي يحسبوا لنا موظفين احنا. خلي يحسبوا لنا موظفين، يحسبوا لنا راتب شو شلون حتى نقول احنا موظفين مو فلانيه، ويصادرون الارض مالتنا، مادة الارض. لان ارضنا بعد ماتوا 3.5 سنين، منطقه بعيده جنوب بابل ناحيه الطليعه. زين الشيخ، اريد نعرف في هاي المنطقه سكنيه ام زراعيه؟ هاي زراعيه، منطقه زراعيه، يعني الناس اكثرها قامت تروح للشارع العام بسبيل يحصل له منطقه سكنيه يقعد بها، يشتري بيش ما كان، يعني يبيع باع حلاله وباع نفسه وما خلى حتى ارض، بعد 3.5 سنين والله ما يعني الدونم عندنا هسه 150,000 دينار. الدونم الواحد، يعني الدونم الواحد 150,000 دينار، وما حد يشتري والله، يعني ما بيها خدمات، ما اي خدمات، يعني فقط التبليط. احنا شو نسوي بالتبليط؟ ما خلي يبلشون التبليط، ما نريد التبليط، ما شو نسوي؟ خلي يعطونا مي، ما نريد التبليط.
حتى شبكة ماي ما مشغولين بها احنا المنطقة هاي. شبكة ماي شنو الشبكة؟ ما مشغولين بها. عود نترجى مناطق بها محطات إسالة ويوصلها الماي الخابط نتوسلها ونترجها بكذا يجرون بوري. وهاي يعني نشوفها بعيدة علينا. خليك يعني سيد مؤيد خلي انتقل ويا استاذ منذر. حياك الله استاذ منذر. حياكم الله استاذ منذر. يعني اليوم سعر الدولار وصل 150 الف، يعني معناتها اي خدمات ما متوفره بالمنطقه. سيد هبه اكو بيت شعر يقول ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم. حقيقة لاحظنا بالآونة الأخيرة هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة بسبب النقص الحاد في الخدمات، يعني مناطق منكوبة تماما، مناطق لا يوجد شخصية سياسية يستطيع أن يوصل صوت هذه العوائل، عوائل يعني تعرفين اليوم احنا أغلب الناس هنا معتمدة على الزراعة، بالتالي أراضي واسعة تصحرت بسبب قلة المياه. الآن المضحك المبكي بأنه المزارعين بعد ما يطالبون بالمياه للزراعة، يطالبون بمياه للشرب. يعني احنا اليوم بسنة 23 وإسالة ماكو، ناس عايشة على الأبيار الارتوازية، وتعرفين مثل ما تعرفين اليوم الأبيار الارتوازية هي مياه غير صالحة للشرب، تحتاج إلى فلاتر، تحتاج إلى تصفية، تحتاج كثير من العوائل تمرضت. يعني بعض السياسيين للاسف الشديد تذكر هذه المناطق النائيه تذكرها فقط بالانتخابات، يوصلون الى ابعد نقطه ممكنه في هذه الرقعه الجغرافيه، لكن عندما تكون هناك خدمات لا نلاحظ اي مسؤول يرفع الهم عن هؤلاء المساكين. بالتالي طبعا كثير من المطالبات وصلت منظمات مجتمع مدني، وصلت قنوات قضائيه، لكن دون الجدوى. يعني لا حياه لمن تنادي، هنالك استهتار واضح من قبل الحكومات المتعاقبه بارواح هؤلاء. بالتالي نتمنى من خلال قناتكم الموقره قناه وطن، وخاصه برنامجكم ايضا المعتمد اللي سلط الضوء على معاناه الشارع العراقي ان يصل فصلنا الى رئيس الوزراء. يعني المصيبه الاخرى اساله، يعني خاصه احنا في قريه ال مطر تحديدا لا توجد حتى اساله. زين لو وجدت هذه الاساله كيف يصل لها الماء؟ بالتالي هنالك قريه ال مطر، قريه ال بعقده، قريه ال بشاره، قريه ال مغيطي، يعني عشائر وقرى حقيقة انهارت بالكامل. يعني حتى الحصص المائية اللي المفروض تمشي من المائية أبدا أبدا، وكأنه يعيشون في العصر الحجري. أي يعني خدمات ما أكو تماما. عايشين الأهالي على الأبيار التوازية أو يشترون مي، يعني تعرفين تسوى حتى حلالهم، يعني الحلال بعد هاي الناس اغلبيتها تعرفين مزارعين، فبالتالي عندهم حلال. زين هسه هو يشرب حلاله ما يشرب هو ما، هذه مصيبه. اضطروا الى بيع حتى مواسير حتى يشتري هذا المي، اذا يحتاج هو والحلال اللي عنده. احكي لي ايش قد الميزانيه يحتاجها شهريا حتى يقدر يشتري. زين اذا هو زراعه ماكو شلون يقدر يشتري اليوم؟ اللي هو زاعة تماما، مناطق كاملة، مساحات واسعة تصحرت بالكامل بالكامل. بالتالي شو تحتاج له؟ يعني يمكن بالشهر 500 دولار هم ما تكفي، بس مي ما تكفي ما تكفي. هاي بس يشتري مي بيها من غير مصاريف الباقية. طبعا وما تكفي، يعني ما تكفي، خاصة تعرفين يعني فصل الصيف. ليش هو يعني ما اعرف شنو اللي يجني من الزراعه حتى يجيب له بالشهر 500 يعني دولار في سبيل انه يشتري مي؟ ما يجني ابدا ابدا. قلت لك يعني المزارعين اغلبيتهم اعتمدوا على ابناهم اللي راحوا يشتغلون بالمدينه واللي سد قوتهم اليومي. يعني ولو اعتقد وزير الموارد المائيه يقول ما يحتاج واحد يسبح باليوم مرتين. يعني هاي التطورات الأخيرة، أبو الكهرباء يقول محتاج تشغلون سبلتين، يعني هذه ما أعرف، يضحكون على أتقان الشعب، استهتار بأرواح الناس.
انها مصيبه حقيقه، مشكله ماكو ادب طاغيه ان تسمع معاناه هذه الناس. انت من تطلع لي بالتلفزيون وبالفضائيات انتخب والثوره البنفسجيه والثوره المارونيه والثوره الكذا، يعني اليوم احنا شنو اللي حققته ان هاي الثورات؟ يعني اكثر من ثوره تشرين اللي راح ضحيتها 1800 شهيد او اكثر، يعني شنو اللي حققتها؟ بالتالي كل شيء ماكو اذان صاغيه. نحتاج وعي حقيقي من قبل الحكومه الاتحاديه، من قبل الحكومه المحليه، ان تصل الى هذه المناطق المنكوبه، ان تصل الى هذه العوائل، ترفع من معاناتها. الى متى هاي الناس؟ يعني ما اعرف وين راح تتجه؟ تهاجر؟ يعني هذا اللي متعود على زراعه ومتعود على حلاله ومتعود على حياه مفتوحه، يعني حتى المدينه اعتقد هو جو ما يروق له، ولكن اضطرت كثير من العوائل الهجره من الريف الى المدينه لسد رمق. زين، يعني استاذ بندر، يعني غير المياه اليوم شنو ينقص هاي المنطقه، منطقه او قريه آل مطر؟ والله ست هبه، كل من اقول لك كل، مو بس المياه، لا مياه، لا مستوصفات، لا مدارس، لا بنيه تحتيه، اي شيء يعني ماكو الحقيقه. يعني خلينا نجي على اول شيء المدارس، بما انه احنا بدايه عام مدارس جديد ونشوف اليوم نعم مدارس متهالكه، مدارس متهالكه وآيله للسقوط، يعني اغلب العوائل يعني اولادها معرضه للموت بين فينة واخرى، يعني شلون نقدر نحميهم؟ بالتالي تضطر هاي العوائل ان تبعث باولادها للمدارس، واكو رب الرحيم. يعني ماكو مدارس؟ يعني زين، يعني بالاعداد اليوم الموجوده بالقريه ماكو مستوصف؟ نعم، اليوم بالنسبه للمدارس تستوعب الاعداد الموجوده بالقريه؟ لا طبعا، لا اكيد ما تستوعب، بس تعرفين يعني هسه المدارس هي اللي بالمدينه صارت ثلاث دوامات واربع دوامات. نعم. يعني اكيد ما راح تستوعب، يعني احنا بال 23 ستبه بال 23 ماكو مستوصف صحي. يعني طامه كبرى ووسط هالمليارات هاي اللي يوميه فلان سرق له كذا مليار، وعلان سرق له كذا مليار، وفلان يعني ما اعرف، وصلت حتى الى المصارف والسبائك الذهب وغيرها، طامه كبرى، لكن هاي الناس منو اللي حقيقه من ضاوع لها؟ ماكو اناس حقيقيين قادرين على حمل معاناه هذه الطبقه المعدومه. نعم. استاذ مندر، اني ارجع لك، خلينا ننتقل ويا سيد مؤيد. يعني استاذ مؤيد، نريد نعرف اليوم اولادكم شلون يروحون للمدارس اذا هي يعني مو برصانه او جوده جيده اليوم لاستيعاب الاعداد، واليوم هي اهل للسقوط باي لحظه. شلون يروحون اليوم يداومون ويقدرون يعني يمارسون الدراسه خلال هاي المدارس واحنا مع بدايه عام دراسي جديد؟ زين، كتب متوفره بهاي المدارس، رحلات، شنو اللي ينقصها اليوم؟ انا الحقيقه ست هبه، من خلال قناتكم مع فقر، مع عدم وجود موارد، ان احنا المورد عندنا الاول هو مورد الارض. الارض ما بيها مورد، ما عندنا مورد اخر ولا عندنا اي مصدر اخر. رواتب انا واحد من الناس، يعني لو تساليني، انا عندي اثنين اولاد بالمدرسه، قالوا بابا احنا كل الطلاب يشمل لهم هاي مالت الرعايه 50,000 دينار، ليش بابا انت ما رحت سجلتنا؟ قلت له والله يا بابا انا ما عندي راتب رعايه لانه باسمي ارض. قال بويا الارض ما احنا ما زارعين بيها. قلت له نعم. قلت له بابا يعني اليوم اولادك بس المنحة الخاصة بوزارة العمل، لان والدهم عنده قطعة ارض. زين، انت مستفاد شيء من الارض؟ لا، والدهم عنده قطعة. انا الارض قلت لك شهد الله علي، يعني صار اكثر من انا 10 سنوات انا ما زارع بالارض نهائيا، يعني نعم. خلينا ننتقل يا استاذ مندر، يعني وبعدين ارجع سيد مؤيد، لان رداءة الصوت او الشبكه هو هذا حال يعني اليوم الشبكات بعموم العراق. يعني استاذ مندر، اليوم بالنسبه للمنحه الطلابيه اللي خصصتها وزاره العمل، زين رب الاسره اليوم اذا ما عنده راتب رعايه مثل سيد مندر اليوم، هو او عفوا سيد مؤيد اليوم هو عنده قطعه ارض باسمه، لكن هو اليوم ما محصل شيء من عندها. نعم. زين، يعني شنو ذنب اطفالهم ينحرمون من هاي المنحه او اليوم المساعدات اللي تجي من وزاره العمل او بقيه المؤسسات؟ ست هبه، هو اصلا كله سوء تخطيط،
يعني حتى الرعايه الاجتماعيه، يعني اذا انت عندك سياره يقطعون الراتب، يعني ايش لها علاقه؟ يعني لازم انسان معدوم تماما. هو انا عندي سياره اوكي ماشي، عندي سياره سياره يا دوب اقدر اخذ ابطالي، اقدر اخذ مريضي بي، خاصه هاي المناطق النائيه اكيد تحتاج سياره لانه ماكو خطوط سيارات، فبالتالي يحتاج رب العائله ان تكون عنده سياره. ان ينقطع راتبه والله شنو لانه عنده سياره، او ابنه ينحرم من المنحه الدراسيه لانه ابوه عنده قطعه ارض. زين انت خلي يطلع الباحث الي، خلي يطلع الباحث الي ويشوف هاي الارض، الارض انا مستثمرها مستفيد من عندها، السياره هاي اللي عندي انا مستفيد من عندها، جاي يدخل لي وارد من عندها. يعني هاي التخطيط حقيقه تخطيط سيء وتخطيط مو منطقي، لانه كثير يعني من الناس اليوم مو فقط على وزاره العمل، اليوم ايضا وزاره التخطيط هي اللي تقرر انه هذا الشخص هو دون مستوى خط الفقر او لا. اكيد وزاره التخطيط، وزارة التخطيط يعني اليوم اذا شخص عنده سياره او عنده بيت باسمه، زين انتم بس تفكرون هذا الشخص يوم شلون ياكل وشلون يشرب اذا هو قاعد عطال بطال وماكو شغل وعمل، او هو عنده مرض او يعني عنده ظرف معين. هو مو منطقي تهبه، مو منطقي الموضوع، مو منطقي بانه انا عائله عندها سياره ومسكربه وتعال انت عندك سياره لازم اقطع الرعايه الاجتماعيه، ماكو هيك منطق، ماكو هيك منطق. واذا عنده سياره يعني عنده سياره لكزس ام 8 شدات ام 12 شده، ماكو هيك حكي. نعم. او ابنه ينحرم من المنحه الدراسيه، والله شنو ابوه عنده قطعه ارض والقطعه ارض مقابلها وقاعد، لا هي تدر عليه موارد ولا هو مستغلها لانه شحت المياه وهم تقطع عليه. يعني المفروض واحد ينظر بعين الرحمه لهي العوائل، هذا انا اعتبره حقيقه استهتار وقله خبره في توزيع الموارد. يعني وزاره التخطيط تجينا حتى في المحافظه، يعني انا اليوم اخلي اساله اخليها في اطراف القرى اللي مستحيل يقدر يوصلها مي، واحرم المناطق اللي ممكن يوصلها مي وتستفيد منها الاساله، او مستوصف صحي اخليه في ابعد نقطه جغرافيه اللي ما تستفيد منها المناطق. يعني المفروض هذه من يجي مستوصف صحي وتجي مستشفى المفروض يكون هنالك موقع استراتيجي تستفيد من عنده القرى المجاورة. احنا ليش هالتخطيط السيء؟ ليش هذه المحسوبية والمنسوبية؟ احنا دائما هسه للأسف الشديد كل الحكومات المتعاقبة سواء الحكومات المحلية او الحكومات البرلمانية كلها علاقات محسوبية ومنسوبية، هذا حصل من عنده كذا صوت باكر عقبه لازم اخلي يمه مستوصف، هذا حصل من عنده كذا صوت لازم اخلي يمه مدرسة. هذا مو منطق، لازم اكو تخطيط مسبق ودراسة حقيقية وجدوى اقتصادية يستفيد من عدها المواطن البادل. نعم خليكم يعني أستاذ منذر، خلينا نشوف روح نشوف هذا التقرير من بعدها نرجع نكمل وياكم، خليكم يعني. حاشدة نظمها المئات من سكنة المناطق الريفية في ناحية الطليعة جنوبي الحلة احتجاجا على شح مياه الشرب والزراعة على حد سواء. فالمتظاهرون تحدثوا عن انقطاع المياه لأكثر من 10 سنوات، ما جعلهم يعيشون أوضاعا مأساوية. عم احنا جايين مهلوكين من العطش، لا بريمة تشتغل، لا عندنا سيارات، لا عندنا مثلا شيء، أي بريمة ذني 7 أشهر محرومات من الماء، ما عندهم كل ماء، لا طين، الله وكيلك، يعني جف حتى الطير شرد، هذا الطير المنطقة هم شال، وإحنا ما عندنا غير الله والحكومة والطيبين، ما عندنا غير الله والحكومة والطيبين، توصل لنا ماء، كل شيء ما نريد، إحنا مظاهرات سلمية، نريد ماء، إحنا صار لنا سنين نعاني من هذا الماي، نعاني والله، وهنا 7 سنين نداعي لهذا البوري، نداعي ليه وهسه يحرمونا منه من السياسيين على مود شغلات مو زينه، عرفت شلون؟ يفزعون للباطل. احنا نرجع من الدوله وسلامنا للسوداني يخلصنا من هاي الشردمه ويخلصنا من السياسيين الباطلين، يخلصونا منهم انهم متواطين ويا الباطل. المتظاهرون تحدثوا ان المشروع بدأ العمل به لإيصال المياه الخام الى مناطقهم، الا ان احد المتنفذين من اعضاء مجلس النواب تسبب بإيقاف العمل ونقل المشروع الى منطقة اخرى بحسب كلام المتظاهرين. نطالب الحكومة بإيصال الماء الخابط، هاي صار 7 سنوات
عندنا مشاريع كلفت مليارات، كلفت مليارات واقفة من المي. فعندنا نواب يعني قلبوا الشغلة بالعكس، قلبوا الشغلة، خذوا الوسام اللي هم محترضين على البوب، البوب نقل ماء خابط، خذوهم في سبيل يصلون المشكلة بالخطأ. فإحنا نطالب رئيس الوزراء حضوره والكشف الموقعي من قبله، لأن إحنا عشاير راح نهلكنا وناس تهجرت معامل طابوق أثر هاي الشغلات. كفيلك الحسين نعاني ما نعاني، ما ظل عندنا لا حلال ولا مال ولا زراعة ولا كل شيء. تلم لك كم فلس، اسمع حبيبي، بيجيب لك سيارة يسويها دنكر تحط بيها الخزان وتشوفها هسا بالمجمعات، لازم سرة 50 ورقة ب60 ورقة تحط لك بيها خزان أبو ليلف وأبو ليلفين وتظل معصب وتنجي الماي، لا شغلة ولا عاملة ولا حولة ولا قوة. احنا تنظرونا بعين الاحتبار، هاي مؤامرة علينا، مؤامرة سلمية من انتخابات وما غير انتخابات من قبل برلمانيين، اكو من قبل برلمانيين صارين ضدنا ومن احد برلمانيين بابل. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتدخل رئيس الوزراء والمرجعية العليا لإنقاذهم من الأزمة التي دفعت بعضهم إلى الهجرة، بينما يبحث آخرون عن مناطق تأويهم. من بابل علياس، قناة وطن الفضائية. شكرا لزميلنا علياس اللي أعد هذا التقرير بلقاء مع الأهالي في قرية آل مطر اليوم اللي ينقصها الكثير من الخدمات، وللأسف اليوم هو هذا حال المزارع اللي هاجر اليوم إلى المدينة واللي باقي يعني يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة للعيش بأرضه وأيضا في القرية اللي نولد بها. راح نتعرف أيضا على بقية الخدمات اللي تنقص هاي المنطقة من خلال يعني السيد مؤيد. السيد مؤيد، نريد نعرف اليوم، أنت ذكرت المدارس يوم ينقصها هواية أشياء من ضمنها اليوم كبنية تحتية ما تليق بالطلاب اللي رايحين يدرسون بيها، زين بالنسبة لموضوع الكتب والرحلات يعني يوم متوفرة، يعني شلون بدأوا عامهم الدراسي الجديد بهاي القرية؟ نريد نعرف. الحقيقة احنا من اجى العام الدراسي الجديد نزلت علينا الكارثة، يعني ما يخفى عليكم هالشيء هذا. ليش؟ قلت لكم عن الفقر اللي سايد علينا احنا، يعني بعد ما عندنا امكانية حتى نشتري كتب للطالب الابتدائية، بس منطرين احنا مثل هذا اللي قلنا اسدد الدين بالدين وردد الدين الردود. فاحنا نضطر انه نتداين من جماعتنا، من جاري، من قريبي لي، من صديق، نتداين ونسد. الحقيقه يعني الكتب كلها مشتركه، الاقلام مشتركه، طب القرطاسيه مشتركه، كلها نشتريها مشتركه. الله يعينكم صراحه. اليوم الكل مشتركه، يعني اضافه بعد الناس وسيله النقل اللي تنقل للطالب، وسيله النقل اللي تنقل للطالب، الطالب ما يقدر يمشي المدرسه بعيده عنه، المدرسه متهالكه. نأجر سيارة يعني بالشهر ننطي 20,000 الطالب يوصله ويراجعه ويظل يبقى يمه، لأنه خلنا المدرسة خاف تقع عليه، خاف الحياة تقع عليه، تراقب طلابنا، هذول ولاد أمانتك عم تأخذهم وترجعهم. هذا جانب. جانب المي، جانب المي والله يعني ما أقدر أحكي لكم، يعني فتشغلة كارثة كارثة. حضرتك مزارع اليوم بالقرية؟ أنا عضو اتحاد جمعيات الفلاحية في محافظة بابل، وأيضا مزارع بالقرية، لكن مزارع فارغ، مزارع فارغ حقيقة. يعني أنا صار 10 سنوات أسمى مزارع ومحروم من حقوقي، بس اسم مزارع قاعد، يعني بس اسم مزارع، بس الاسم فقط. زين، شنو دار يوم وزارة الزراعة جمعية الفلاحين تجاكم يوم أنتم كمزارعين؟ أيضا إحنا طالبنا رئيس اتحاد جمعيات الفلاحية بالعراق، وناشدنا من خلال الكتب الرسميه الموجهه لهم، ناشدنا بانه ايصال صوتنا، بس الظاهر ماكو اذن صاغيه، ماكو اذن صاغيه لكل المطالبات الموجوده. زين، شنو المواد اللي تزرعوها يعني بهاي القريه؟ احنا كانت القريه في زمن قبل 2003 قريه مشتهره بزراعه الحنطه والشعير والفواكه والخضر، الباميه، اللوبيا، كذا، يعني القرية مصدرة الأولى أقدر أقول لك جنوب بابل. واليوم الخطة الزراعية الموجودة في ناحية الطليعة بشعب زراعة الطليعة، الخطة 1500، وهي 1500، هذا 1500 هو فلاح واحد في هذه الناحية يمتلك هذه الخطة 1500. نعم. وماكو مي، يعني احنا عليه نسوي خطة يعطيك دونمين 3 دوانم وماكو عليه من تلي ولا دون. يعني اليوم مشكلتكم المي، ما تقدرون تزرعون.
المشكله المي، كل شيء ما نريد، كل شيء ما نريد من الدوله بس وصلنا المي. يعني سيد كل ما اليوم اكو اتهامات الفلاح ده يستخدم وسائل الري القديمه مو الحديثه، فايضا سبب بهدر الماء وشحتها. احنا الحقيقه تحدثون الاتكم. الحقيقه احنا الري الحديث ما يصير بمنطقتنا، ما يخدم منطقتنا. منطقتنا ارض منطقتنا منطقه الحقيقه بها الارض مالتها بها صبغ مو حلوه 100%. مو حلوه 100%. زين. وما تنجح عندنا المرشات. لان احنا عندنا فروع، هذا الجدول لما نجي من هناك او من خلال المبازيل، هذا المبازيل تكون بها مفتوحه. الجدول اللي يمر بينا متفرع الى عده فروع، يعني ما يصل المي، ما يقدر تستخدمه بالطريقه الحديثه. الا بطريقتنا الواسطه اللي هو الماطور مثلا. نعم، زين. طالبت اليوم وزارة الزراعة، جمعية الفلاحين، تواصلتوا وياهم، وصلتوا لهم يعني هاي المشكلة؟ احنا هذا الموضوع موجود، هو موجود في وزارة الزراعة، وموجود في وزارة الموارد المائية، مديرية الموارد المائية في بابي حقيقة تعالجم، وفي كتب موثقة ايضا احنا وديناها لهم وما حصلنا على اي شيء، اي نتيجة ما حصلنا. ومناطق هذه يعني المساحه مالتها 30,000 دونم، هاي اللي قلت المنطقه اللي عليها مساحه زراعيه شاسعه ومنتجه الحقيقه، يعني كان اكو مي تنتج الانتاج مالتها من طنين الى طنه ونص. نعم. ارض مرتفعه يعني. نعم، خليك ويانا سيد مؤيد، خلينا ننتقل ويا استاذ منذر. استاذ منذر، احنا تعرفنا اليوم على اهم مشكلتين اساسيه بقريه آل مطارد. نعرف اليوم بالنسبه للمستشفيات، يعني في حال انه حاله مرضيه او لا سمح الله شخص يعني تخربط عندكم، وين تودوه؟ عندكم مستشفيات، مستوصفات صحيه، شنو موجود؟ العام اللي يبعد حوالي عن منطقه 27 كيلو متر. يعني نحاول، احنا عندنا هواي ناس قبل اللي وصل التبليط، هواي ناس ماتت ما قدرنا نسعفها ونوصل المستشفى. لكن اليوم لا، افضل تكون نوعيه افضل بواسطه التبليط اللي وصل للمنطقه. يعني نقدر نوصله خلال نص ساعه، ثلاث ارباع الساعه ممكن نقدر نوصله في الوقت هذا. نعم. في المستشفى العام. اما مستوصف داخل المناطق هذه اللي هي تقريبا اكثر من 8 عشائر ما موجود بها مستوصف. نعم، خلينا ننتقل ويا استاذ منذر. يعني استاذ منذر، اليوم المستوصف ماكو بالمنطقه، يعني هي بحد ذاتها يوم تعتبر كارثه اطلاقا. ماكو اي زين. اليوم كمستشفيات بعيده عليكم، اليوم يعني الشخص اذا يعني حاله مرضيه، يعني حاله ولاده، شخص يعني اغمى عليه، وين يروح؟ ومسافه بعيده اليوم على المستشفى. يعني حقيقه كثير من النساء، كثير من النساء يعني للاسف الشديد وعذرك هذا الكلام، يعني ولدت في الطريق، ولدت في الطريق، واكو ناس يعني فارقت الحياه بسبب بعد المستشفى عن المنطقه. نعم. وحتى لو ستبها، هو المشكله حتى من توصل للمستشفى العام، المستشفى العام ايش راح تلقي بها؟ سرنجه ما تلقي بها. انت لازم تخلي مريضك تركض دور للصيدليات تدور علاج. يعني حتى المعامله للاسف الشديد، حتى معامله الاطباء، يعني اليوم قبل فتره كان اكو مريض بحاله حرجه هذا بالمستشفى التركي في بابل، يعني يتوسلون للطبيبه يابا طلعي حاله مرضيه، تقول لا جيبوا لي اياها للغرفه، يابا المراه جابت بالشارع بس طلعي يعني بأروقة المستشفى، يعني ما جاي تكلف نفسها، ما تكلف نفسها تقدر تنزل تشوف الطبيب. هسه احنا عم نقدر نشوف بكل مدن العالم، هو الطبيب هو 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 اياد الرحمه، دي يسمونهم اياد الرحمه. نعم. يعني شر دي اسميك، اذا احنا اياد الرحمه وصلت لهذه المرحله، من مع احترامي لكثير من الشخصيات الطيبه، لكن من يوصل طبيب ما عنده رحمه، ما عنده إنسانية، هذا جلاد مو طبيب. نعم، شكرا لك. هاي المناطق يعني تعرفين انت ستبقى يعني قرية توصل الجهات المعنية والمختصة ونواب ومثلين محافظة بابل. تبقى
تهبه خلي في بالك ولدى المشاهد الكريم وعسى ولعل ان يسمع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، خلي في بالك احنا قريه ال مطار وقريه ال بعقه وقريه ال بشاره وقريه ال مغيط تقريبا 12,000 نسمه اذا مو اكثر او يزيد. نعم. زين هاي ال 12,000 نسمه ماكو واحد يقدر يعني ينظر لها، يعني حتى الحصص المائيه قبل لا يوصل المي بنهر الجربوعيه قطعوه، ها والله حصه الديوانيه. زين انت من تقول لي حصه مائيه، من تقول لي لك حصه مائيه، هاي الحصه المائيه يجب ان تصل الى ابعد نقطه ممكنه للاراضي الزراعيه حتى اسميها حصه وصلتني. يعني صراحه يعني منذر نتامل انه هاي المشكله تنحل يعني خلال ما نقول سنوات، يعني الاشهر المقبله بما ان احنا يعني فصل شتاء وكميه امطار، نتامل من الحكومه انه تستغل هذا الموضوع وتنصف المزارعين. شكرا لك استاذ منذر الجبور الناشط المدني من محافظه باب الحبيبه، وشكرا انضمامك اليوم ويانا، وايضا شكرا للسيد مؤيد خشان احد وجهاء المنطقه، شكرا لك سيد مؤيد، تحياتنا لك. وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تظنون غدا ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم المعتمد. الى اللقاء.